مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. وفي هذه القضيه اللي ربما غتهز الراي العام، لان الضحيه ديال هذا الشاب اللي معنا الان، لانه مسكين كيشوف ان السمعه ديالو كتشوه ليه، وان كاين الناس اللي باغيين يطيحوا بيه وباغيين يخسروا صورته مع الناس. هو بطبيعه الحال هذا الشيء ما قابلش به. هذا السيد كان وقع عليه واحد النقاش بسيط بينه وبين زوجته الاب ديالو. للاسف بعد هذا النقاش تولدت واحد الحقد وواحد الكراهيه. هذاك الحقد والكراهيه خلاته انه تهمه هي والاخت ديالها انه كيتبع عيالات الرجاله وكيتحرش بهم. طبعا الحال هذا الشيء اللي ضروا المؤنده هضرت قالت لي قدام العائله ديالو، هما كاملين كيعرفوا كيشهدوا بطيب الاخلاق ديالو، حسن التعامل ولا السلوك ديالو كذلك. وخاصه انه ماشي دري صغير، من انسان بعقله خدام عنده بوست ديالو 30 سنه تبارك الله. يعني بعد منها مشى دار شكايه، لان الامور تطورات ولات نسيبت الاب ديالو ليا خت مرت باه، ولات كتقول ليه انه نعم مرت الاب ديالك. لا اللي اتهمتك صيفطت لها ميساج في الاب، هي كتهمني على اساس تحرشتي بختها. يعني حتى مرت باه كتقول لي انا صيفطت شي اوديو لاختي تحرشتي بها، وهذا الشيء اللي اليوم بغي يدافع عليه، لانه مشى دار شكايه. مشى دار شكايه للنيابه العامه باش ياخذ الحق ديالو. الحق ديالو بطبيعه الحال كيتمثل انه حاولوا هاد الناس يوسخوا لي السمعه ديالو ونشروا ادعاءات كاذبه عليه. بطبيعه الحال هو ما بغاش يبين وجهه، دي حريه فرديه ديالو، حريه شخصيه، لانه عنده بوست ديالو وما بغاش يعني كيتعامل مع ناس، ما بغاش انه يتعرف، بغى فقط يوصل رساله، بغى يوصل الحق ديالو. تفضل اخي، خلي الميكرو معايا، خلي هكا، خلي تحت. واخا احكي لي القصه ملي بدا النقاش. وقع بيني وبين زوجة الأب ديالي واحد النقاش، اللي هو هاد النقاش هذا كيوقع ما بين كاع العائلات. سي نورمال غيوقع واحد النقاش، يعني سي نورمال غيوقع، أي عائلة كيوقع فيها واحد النقاش. لكن اللي ضرني أنايا واللي جاني أنا ماشي نورمال، هو أن زوجة الأب ديالي كتهمني بواحد الكلام اللي هو غيعطي واحد الأبعاد مدى بعيد. أنها اتهمتني، قالت لي يا ودي شوف راسك نتايا اللي كتبع عيالات الرجاله. انا ابتسمت بحكم انني كنعرف الشخصيه ديالي كيفاش دايره، دونك ما اثرنيش. نعم كانوا جوج عماتي حاضرين فعلا. الامر كان في الاول عادي، لكن من بعد غيهزني من الداخل. مشيت للخدمه ديالي، عاودت رجعت قبل ما نخرج مع البال ديال الخدمه. المهم زعما عفوا قبل ما نخرج من الدار، قلت ليها هذا الموضوع راه ما غنسكتش عليه، يعني باش منضربها ورا ظهرها ولا شي حاجه، يعني فاص كيف ما. شنو قالت لك الكلمه ديال التبع؟ واش كان شي مشكل؟ واش كان شي وقع واحد المشكل اللي هي استفزتني. قالت لي ما مربيش بهذا المصطلح. انا قلت لها كون كنتي انتيا مربيه ما غتكتبيش رساله. وفعلا كتبت واحد الرساله في اوائل الايام الزواج ديالها او اوائل الاشهر الاولى، كتبت رساله بانها تحب رجلا اخر وانها تريد الطلاق وان السبب ما تزوجاتش به الاب ديالها. يعني بحق من غير الوالد ديالها. ما الاب ديالي؟ يعني هذاك السيد اللي كتب لي ديك الرساله من غير الوالد ديالها. لا ماشي الوالد ديالي، الوالد لا واحد اخر. هذا هذه النقطه الاولى قلتها ليها بحال هكا، هي حركت فيها شي حاجه من الداخل. ف قالت لي شوف راسك انت. المهم انفجرات، يعني قالتها بواحد واحد انفجار. هي فين فجرت هذه الكلمه؟ قالت لي شوف راسك انت اللي كتبع عيالات الرجاله. فانا في الاول اعتبرتها مزحه، اعتبرتها ضحكه، اعتبرتها عادي ابتسامه، يعني فوالا. لكن من بعد انه ملي كتستوعب داك الكلام فكتحس بالمعنى ديالو. فابخي قلت لها شوف انا راه ما غنسكتش على هذا الموضوع. خرجت مع الباب، مشيت للخدمه. دازت سيمانه، كتبت رساله السيد وكيل الملك، اول حاجه باش كنحمي راسي، ثاني حاجه باش كنطالب الشرطه بانهم باش يجيبوا لنا الدليل، لان هذا مشكل دونك ضروري خصو دليل طبعا. ف من بين الكلام اللي قالت لي انك صيفطتي لها ميساج فوكال، دونك فوكال الصوت ديالي، الشرطه قادره انها ترجع هذا الفوكال وترجع اي ميساج ولو غير حرف انها تعرف واش الصوت ديالك ولا لا. فوالا فانا طالبت بالدليل وقلتها لها مباشره. لكن انا اللي ضرني انا هو هذه السيده، اول حاجه هي مزوجه وعندها أربعة الوليدات، عندها ثلاثة البنيات وعندها ولد، هي مزوجة في مدينة برشيد. علاش أنا بالضبط؟ هذا هو السؤال المطروح. دونك كاينين عائلاتها، كاين الولاد ولا رجال العائلة ديالهم، كاين المقربين ليهم، كاينين الجيران ديالهم، دونك علاش أنا بالضبط؟ يعني هذه ماشي مرات الأب ديالي،
نقولوا مثلا انها اتهمتني انني عايش معاها في الدار، لكن هي كتهمني على الاخت ديالها اللي بعيده عليا كتسكن في برشيل. علاش انا بالضبط؟ علاش انا بالضبط؟ لا، واحد النقطه تذكرتها الله يجازيك بخير، هو ان مرات الاب ديالي كان فيها المس، كنت كندير معاها حصص ديال الرقيه. انا ماشي اختصاص ديالي طبعا، لكن غير تطوعا جزاء من عند الله عز وجل، فكنت كندير معاها حصص. في بعض المرات لما كندير معاها هاد الحصص هادو، كانت السيده كنحس براسي انها بحال كنتحارب مع اربعه الناس ولا خمسه. فالمقرب ليها هي هاد الاخت ديالها اللي كتسكن في برشيد، فخديت الرقم ديالها طبعا باش ما نبينش ليها وما نحسسهاش، وحسن النيه ديالي والله صعد عليا. خديت الرقم، لما خديت الرقم صيفط ليها فوكال، لوكو كان في انا الترعوين وكان في الغدر، فما غنصيفطش ليها ميساج بالرقم ديالي الشخصي والفوكال باقي عاقل عليه. قلت لها السلام عليكم اختي فلانه، لا داعي بذكر الاسم، قلت لها اختي فلانه الله يجازيك بخير، الاخت ديالك فلانه راها فيها المس، وهما طبيعي عارفينها طبعا. قلت لها راه ملي كنرقيها الا كان ممكن تعطيني النمره ديال الاخ ديالك، الاخ ديالهم صغير. قلت لها الله يجازيك بخير تعطيني الرقم ديال الاخ ديالك، اولا تهضري معاه يجي عندنا واحد سيمانه ولا جوج سيمانات غير يشدها ليا باش نلقى كيفاش انني نرقيها. هذا هو الميساج الوحيد اللي صيفط ليها، هذا دار لي على ظهر ديالي، على صيفطت لها ميساج والذي لا رب سواه. شوف الله عز وجل اشنو قال، قسم على نفسه اشنو قال، وحرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بين عبادي فلا تتظلم. دونك انا حسيت بالظلم. تخيل معايا انت يا اخي الكريم، انت تخيل راسك انك انت الصديق ديالي، لما غتسمع هاد الكلام وانت مثلا زوج ولا عندك خواتاتك، كندخل عندك للدار غتخاف على مرتك وخواتاتك ولا لا؟ انت مثلا من العائله ديالي كتجي لعندنا، كتجيب مراتك كتجيب بناتك، غتخاف عليهم ولا ما غتخافش عليهم؟ دونك ما نشوفوش الموضوع انه بسيط، الموضوع عنده واحد المدى بعيد. دونك هذا هو اللي ضرني، انا كنطالب بغيت الحق ديالي، ماشي انا بغيتهم بغيت لهم المضره، لا انا بغيت غير الدليل. دونك واخا سيدي انا كنتحرش وكنصيفط الميساجات وما مزيانش وا وا وا، عطيونا غير الدليل، عطيونا غير الدليل. انا درت شكايه عند السيد وكيل الملك، فما يمكنش انا داير واحد الغلط وغنمشي ندير شكايه بنفسي عند وكيل الملك، يعني بحال كنقدم ليه نفسي كنقول ليه فوالا ها انا. دونك راه لا يمكن. طيب السيد وكيل الملك اولا الشرطه العلميه اللي مكلفه بهذا المجال هذا غتطلع الميساج ولا لقاتني صيفطته، دونك انا بحال كنقدم نفسي للشرطه. دونك انا بغيت غير الدليل، داكشي اللي كنتمنى خويا، هذه رسالتك بغيتي الادله بغيتي حقك. شكرا.